وبنهاية صباحنا لليوم حنروح نضوي على موضوع مهم جدا عند النساء والرجال، ودائما بنقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ورب العالمين وهبنا نعمة جدا جميلة وهي إنجاب الأطفال لإشباع العاطفة إن كان عند الذكر أو كان عند الأنثى، ولكن في بعض الحالات بيكون عندهم مشاكل بتؤدي لحرمانهم من الإنجاب والإصابة بالعقم إن كان من النساء أو من الرجال. اليوم ضمن فقرتنا رح نضوي على أسباب العقم، أهم مراحل تطور هي الحالة وطرق العلاج، وأكيد معلومات جدا هم حيجاوبنا عليها ضيفنا لليوم هو الدكتور أكرم الأحمر، استشاري بالأمراض النسائية ومعالجة العقم. صباح الخير يا حكيم، وأهلا وسهلا فيك. يا صباح الفل، يسعد صباحك دكتور. يا صباح النور، أهلا وسهلا فيك دكتور. نعم. مثل ما بنعرف هي الحالات ودائما يمكن بتسبب آثار نفسية يمكن للرجل أو للمرأة، خلينا بداية نعرف شو هو مفهوم العقم. سيدتي، مفهوم العقم اول الحمد لله على السلامه بعد اللي صار امبارح. الله يسلمك يا رب. الحمد لله على سلامه الجميع. الله دائما. سيدتي، تعريف العقم هو، خلينا نكون كثير دقيقين لانه الناس بتستعجل كثير. هلا ما بنلومهم بسبب اوقات الضغط الاجتماعي، الرغبه الشديده الملحه، اوكي، بس خلينا نكون دقيقين انه ما نستعجل. بمعنى رح نفترض هلا نحن انه زوجين نظريا ما بيعرفوا حالهم، لا الزوج ولا الزوجه، انه عندهم مشكله. وبسن النشاط الانجابي خاصه للانثى المثالي خلينا نسميه، يلي هو من 20-21 لغايه 33-34 سنه، 35 طيب. نعم. اوكي، انه مضى سنه ونص او سنتين على زواجهم والزوجين افيلبل لبعضهم، يعني مو حدا مسافر او حدا بشغله ما بيقدر يتواجد هالشهر مثلا بفتره الاباضه، بيمرق الشهر الثاني بيجي اول فتره يلي هو، بمعنى انه مانن افيلبل، مانن متوافرين لبعضهم وعندهم رغبه بالانجاب. وقتها منقول هون في عنا مشكله. اول شيء خلينا نتفق انا وياكم سيداتي على انه ما نسميها عقم، نسميها تاخر بالانجاب. هذا هو مفهومنا لهي القصه. طبعا له نسبه، نحن النسب عنا تقريبا مثل اغلب نسب بدول العالم، حوالي 15-20% منواجه مشاكل بنرجع نسميها كبداية، وأغلبهم هيك بتكون فعلا، مو عقم يعني مثل ما بلشنا بالمقدمة لحسن الحظ طبعا. أنه هو تأخر بالإنجاب. هذا هو للتعريف الموجود، مع ملاحظة أنه في عنا، منلاحظ أنه في عنا تراجع بالخصوبة عالميا، مو بس ببلدنا، سواء عند البنات أو السيدات وعند الرجال. طب ليش دكتور هاي النسبة اليوم، يعني حسب دراسات علمية حديثة انه في ازدياد او تراجع بالخصوبة؟ هل اليوم النظام الغذائي، الاحتباس الحراري، الاجواء العامة، يعني كله بيلعب دور، وبالاضافة للشغلة مهمة كتير يلي هو، يعني خلينا نسميه الستايل اوف لايف، يلي انه نمط الحياة يلي عم يكون فيه توتر نفسي شديد كتير. وطبعا هلا اغلبنا عنا اياه بصوره ما من الصور، هو بدرجه ما، انه هذا يؤدي انه فعلا خليني اسميها المنظومه الهرمونيه يلي هي بتتدخل، مو بتتدخل، هي المسؤوله عن هذا الموضوع، المنظومه الهرمونيه تضطرب بشده. وقد يكون انه التلوث الموجود، نمط الاكل، بلا بلا بلا، الفواكه، الخضروات، اللحوم، ما عم اقول انه ببلادنا هيك، بس يعني انه جزء منا عالميا، انه هي فيها درجه ما من التلوث الهرموني الشديد. نعم. طيب دكتور، كمان في يمكن، ما بعرف اذا هي ممكن تكون من الاسباب، الزواج المبكر او الزواج المتاخر، ممكن هدول الحالتين يسببوا عقم بكل طبعا الحالتين. هون لانه صرنا نحن على طرفين الشريحة الإنجابية، وهذا سؤالك بيؤدي إنه اللي بنسميه العقم أو تأخر الإنجاب اللي سببه أنثوي وليس ذكوري. طبعا نحن بنعرف إنه على طرفي سن النشاط الإنجابي للأنثى بيكون، لو عم نشوف دورات شهرية أو شيء، سواء بطرف لما بتكون مبكر بالعمر يعني 16-17 سنة، وهلا عم نشوفها كتير بعد ما شوي خفت، بس بالحرب عم نشوفها كتير، وعم نشوف نقيضة كمان التأخر بالزواج. هذا عم بيكون انه بيكون في دورات شهرية غالبا موجودة، ولكن غالبا تكون لسه بالمرحلة الأولى يعني بعد البلوغ، بتكون لا إباضية،
وبالطرف الآخر لسن النشاط الإنجابي بالزواج المتأخر بتكون لو دورات إباضية، ولكن بصير في عنا مشكلة، خليني أسميها هيك بوضوح أو بتبسيط بالأحرى، يلي أنه روح البويضة صار فيها نوعا ما شيخوخة، هيك خليني يعني، لأنه إذا نفوت بتفاصيل كثيرة معقدة شوي، فنسميها روح البويضة صار فيها شيخوخة. أي طبعا هي المشكلة عم نواجهها هلأ كثير. طيب. عم نواجهها. دكتور أكرم، ما بين تأخر الإنجاب لأسباب معينة والوصول لمرحلة العقم، في مراحل تشخيصية من قبل حضرتك، خلينا نضوي عليها، وقامت اليوم يعني الدكتور بيقول نحن يعني في عقم مؤكد. سيدتي خلينا نحط هون أولا، نقدر نميز بين العقم الأنثوي المسؤول عنه الزوجة والعقم الذكري المسؤول عنه الزوج. أكبر دكتور من خلال إحصائيات ومجالك؟ طه أنا هذا السؤال كتير حبيته، لأنه هي عم نواجهها كتير المشكلة. لما بنقول له للزوج روح عملنا تحليل سائل منوي، أنا ما فيني شيء، أنا ما فيني شيء، أنا رجال وسبع وما تعي حليها بقى باب الحارة. ياما يعني الزوج بيرفض، وعم نشتغل على الزوجة، وتحريض وصور ظليلة بلا بلا بلا، وتنظير بطن وجراحة، ويعني اللي هو وتنظير بطن رحم، هي الوسائل التشخيصية اللي كنت تمرق معنا إذا بقي معنا وقت. إنه يا ما عم نشتغل وبالأخير بيطلع الزوج هو اللي فيه توك. لو حليناه من الأول، يعني أولا كان صار في حمل إن شاء الله، وثانيا ما كنا عرضنا الزوجة لكل هالقصص هاي. يا ما في حالات، يا ما عم نشوف حالات من إلا نحنا عند الزوج، يعني لما بيقتنع بالأخير لسبب ما بيقتنع إنه أزوسبيرم، يعني ما في عنده نطاف من عين أصله يعني. وهو نحن عم نشتغل صار سنتين ثلاثة مع الزوجة، ليش؟ لأنه هو ما بين الأوبر والهرمون وكل شيء، كل شيء وصفاءات وبروسيجرز عم نشتغلها بلا بلا بلا، وهو بالأخير ما في عنده أزوسبيرم بالمرة. وتعب أحلى. فالحقيقة خلينا نقول بالنسب أرجو الانتباه، هاي عليت صوتي يمكن شوي معلش، أرجو الانتباه دكتور إنه عفوا شكرا، إنه نسب متساوية. الزوجة مسؤولة عن حوالي خلينا نقول 35-40%، الزوج مسؤول عن 35-40%، ورح أرجع عيدها، الزوج مسؤول عن 35-40% كمان مشان نسمعه وعو. بعدين في عنا 10% كلا الزوج والزوجة عندهم مشكلة. في عنا 10% المسمي العقم المجهول السبب أو غير المفسر، ولكن هلأ يعني الطرق الجديدة، الأبحاث الجديدة، عم نقدر نكتشف إنه في سبب ما موجود، بغض النظر إذا كنا قادرين على تدبيره ولا لا. بس أما هي النسب متساوية بين الزوج والزوجة، طبعا باختلاف الأسباب بقى، على حسب الأسباب اللي إذا معنا وقت، يلي هي إنه بتتضمن من الشيء الغدي مثل ما حكينا، الهرمونات هي الأساس. تشخيصيا دكتور؟ تشخيصيا طبعا. انه انا بدي افكر بالاسباب لحتى احط خطه التشخيص، ما هيك؟ طيب اذا بدي اقول بالنسبه للزوج، نبدا فيه للزوج، تمام، انه هو المطلوب انه يعمل فحص سائل منوي. طيب كان في بصوابه عنده دوالي حبل منوي، كمان نشوف اذا في عنا بالايكودوب، يعني اجراءات تشخيصيه جدا بسيطه، فحص سائل منوي ابسط منه من هيك ما في. القراءة تبعته الأطباء يعني المخبريين اللي عنا قراءتهم جدا دقيقة، منهم نشوف هل في عنا كرايتيريا معينة من حيث تعداد والحركة والأشكال الشاذة والطبيعية بتعداد النطاف وحركة يعني بالسائل المنوي. إن شفنا في مشكلة هون منتوجه لحلها هي بالبداية. طبعا لما نشوف نحن عم نحكي نحن البرودكت الأخير اللي هو السائل المنوي، فمن عند الزوج منقول نحن في عنا أسباب ما قبل الخصية هي هرمونية، أسباب بالمعمل يلي هي الخصيتين، وأسباب بالتوصيل، يعني أنه تتشكل نطاف وتوصل إلى تطلع لبرا المصدر، يعني تصير خارجية عنده. هلأ هذا استقصاءات بالنسبة للزوج، بس البداية بأبسط إجراء يلي هو فحص السائل المنوي. طيب هلأ منجي للزوجة، نرجع منقول بقى أنه نحن في عنا شيء هرموني، المحور الغدي يلي هو مسؤول عن هاي الآلية، إنه البرودكت النهائي نوصل لدورات شهرية تقريبا شبه منتظمة، وتكون منتجة لبويضة
صحتها جيدة، قبولها للتخصيب جيد بمنتصف الدورة الشهرية. طيب هلأ إذا بدنا نقول أي الأسباب الغدية اللي هي بتكون من الغدة الموجودة الهايبوثالاموس الموجودة فوق، بعدين بتجي غدة النخامة هي اللئيمة كتير اللي ما بتطلع قد نص حبة الحمص بس مو معقول جبارة بشغلها، يلي كمان تنتج هرمون تنتج هرمون برولاكتين هرمون الحليب يلي كمان هو بتدبيره البسيط إذا لم يتم تدبيره هو بلوى من البلاوي، والانتباه يعني فحصه بسيط والفحص الذاتي إذا في أوقات عم يطلع حليب من الثديين. بعدين بتجي الغدة الدرقية غدتين القزر، هذا المحور الغدي يلي هو يؤدي لهالمنتج اللي نحن ذكرناه إن شاء الله نوصل له. طيب بيجي عنا أسباب تانية بقى غير الأسباب الغدية، بيجي عنا أسباب تشريحية، بمعنى أولا أنه رح نفترض نحن في عنا بنوتة بلغت رحمة طبيعي الحجم المبيضين طبيعي بلش تعطي دوراتها تصير إباضية، هي منقول تشريحيا على الإيكو أنه أمورها جيدة. طيب طيب لكن أنه قد نجد شيء تشريحي يعيق عملية الحمل أو إذا بصير حمل يؤدي لإسقاطات متكررة مثلا مثل الحجاب ضمن الرحم أو اللي بصير بنسميه عنا رحم ذو قرنين يلي هو أنه له درجات، طبعا في درجات بيمرق الحمل وبيكمل لآخره لوقت الولادة وفي درجات ما بيعلق الحمل من أصله أو أنه علق بيرميه، لأنه بمعنى من المعاني جوف الرحم هيك هو في حجاب موجود بالنص له درجات مختلفة يلي بمعنى أنه ممكن نوصل لحالات يعني هي تشوه تشريحي يلي أنه الرحم كأنه رحمين كل واحد منهم مثل قرن الفاصولية، لا هذا بيصح حمل ولا هذا بيصح حمل. فطبعا يعني هلأ لما نذكر الأسباب هذا اللي أنه كيفية التدبير لاحقا. بنجي بعدين عنا أسباب تشريحية تانية يلي هي خاصة بالمشكلة بالأنابيب اللي موجودة، اسمها الأنابيب يلي هي مهمتها مو فقط التوصيل، في إلى مهمة كمان بالإفرازات تبعيتها يلي بتساعد البويضة لما بتطلع من الجريب الإباضي بالمبيض بدها تهاجر فيه للبوق وللأنبوب والنطفة بدها توصل للبويضة مشان تتلقح وبعدين إن شاء الله تتدحرج وبتنزل على الرحم بتروح بتعشش ببطاطة الرحم. طيب جينا للأنابيب جينا على الرحم إنه في حجاب، أوقات منلاقي في عنا شيء مشغلات صغيرة كتير موجودة ضمن الرحم مثل بوليبات صغيرة لزوائد لحمية سليمة طبعا ولكن ما بتخلي يصير في عنا بيئة خليني أقول تشريحية أو جغرافية بهالمعنى أنه تساعد على أنه يتم الالتصاق والتعشيش أوقات منلاقي مثلا عنا أورام ليفية هي السبب. كيف يعني برجع بقول هلا هون صرنا نحكي عن شيء تشريحي وليس مرتبط بالوظيفه الغديه الهرمونيه، كثير من الاسباب اليوم اسباب اسباب هائله متشعبه يعني اسباب كثير كثير يعني. فبتلاقي انا برايي انه بدها تكون الخطه التشخيصيه مبرمجه، نبدا بفحوصات هرمونيه بنشوف مثلا مخزون الاباضه، ولو انه اكثر الدراسات هلا بتقول وهذا ارجو كل بنت وكل سيده لانه هلا صرنا عم نشوفها ما بعرف ليش انه عم نشوفها موضة عند البنات حتى انه بعمرها 20 25 سنة عندها شوي خربطة بالدورة فورا بتروح بتطلب لحالها بتطلب او رفيقتها بتقلها بتقرا على النت يلي ما اجى غير الفاينة ما في غير عندها انه بتروح على المخبر بتطلب تحليل AMH مخزون الإباضة. لك يا عيني انت شو في فحوصات في طبيب مختص؟ لا مو بس هيك انه انت عم تطلبي رقم يعني طيب اذا طلع الرقم واطي شوي او عالي شوي عاشت بقلق وتدمير وعم نشوف حالات احنا الاعشاب الطبيعيه وقالت تجارتي وقالت مو بس هيك وهي بقى صارت انه بتروح عليها كثير فرص من الارتباط لانه خلاص عندها المخزون الاباضي العريس قلت له انا عندي المخزون انا وما بدي غشك وما بدي غشك ما بدي ابلي حدا غيري انا ما بجيب اولاد. المهم انه مثلا مخزون الاباضه باغلب الحالات هلا صار لا يعتد به كثيرا كتقييم لشو وظيفة المبيضين عندها والمحور الغدي طبعا. الفحوصات البسيطة انه لشوف هرمون الحليب شوف هرمون الغدة الدرقية اجراءات بسيطة جدا لما بنلاقي خلل هرموني صدقا انه حله بيكون اوقات فقط بدواء حبة باليوم او مثلا دواء الحليب نص حبة يلي اللي هو العيار يعني انتهت القصة وفورا بيصير في حمل. طيب بنلاقي في عنا بقى أسباب تانية إنه مثل ما قلنا مشكلة الأنابيب
بتلاقي بتعمل المريضة أو الزوجة ما أنا مريضة بتعمل بنطلب لها صورة ظليلة بنلاقي إنه الأنابيب نافذة إنه المادة الظليلية نفذة ولكن هي ما عم بتقوم بوظيفتها الحيوية مثل ما حكينا لتلقط البويضة وتجيبها لعند عند النطفة طيب بنلاقي شيء ثاني إنه مثلا وهذه شائعة جدا وبنرجع لنفس النقطة اللي ذكرتيها سيدتي إنه أنا ما بدي أبلي غيري وما بعرف شو انه دكتور انا معي تكيس مبايض درجه ثانيه ثالثه او شيء اللي هو اي اوكي 60 70 من البنات معهم تكيس مبايض دكتور هدول انت لا لا اذا ما سخافات يعني لا مع على الفكره سخافات خلينا سخافات عم بحكي لا لا يعني مجرد لا أنا ثقافه غلط لا أنا يعني انا قلتها سخافه هي لانه عم نراكم مخزون ثقافي بذهننا قائم على شيء خاطئ تماما يعني لك طيب عندك شوي بي سي او مثل 60 70 من البنات عندك 4-5 كيلو وزن زيادة فقط إذا عم بحكي على الوزن من دون أي خلل آخر وهني غالبيتهم هيك اشتغلي علي على وزنة مع شوية حمية ما بتلاقي غير تراجع معدل طبيعي رجعت صارت منجبة تماما عرفتي كيف بترجع للمقولات الشائعة يلي إنه عليها مع تكيس بالمبايض هي بكرة ما بتجيبوا لها طيب أي هلأ بقى بنشوف في مفاهيم للأسف عند بعض الزملاء والزميلات إنه يلي عندها تكيس مبايض ما بيعالجوها لانه قد يكون عيب او ما بعرف يعني شو القصه خاصه اذا كانت انه غير متزوجه يعني هي عند البنات عم اقول انه غير متزوجه انه اتركوها بس تتزوج بالطيب يعني على اساس لانه ما بتجيبوا لها بيكون الوضع يعني تفاقم كثير عندها تماما عدا عن معاناتها لما مثلا انه عندها عسره طمس عندها خربطه بالدوره الشهريه بتغيبها كل 4-5 شهور مره حتى له تاثيرات نفسيه دكتور كمان اوف شو تاثيرات نفسيه بنشوفها جاي شيء باكتئاب شيء عم تبكي شيء متخانقه هي وخطيبها ضربته كفين برق يعني منشوف كتير يعني عرفتي كيف فانه لانه هيك عم ينحكى لا اذا طيب لو 60-70% من البنات اللي معهم بي سي او تكيس مبايض كلياتهم ما بيجيبوا اولاد ما بيتهيأ لي كان يمكن على سكان سوريا 500,000 نص مليون مو اكثر هلا بنقول لهم هي المفاهيم الخاطئه ارجوكم اطلعوا منها خلي الطبيب يحط خطه للتشخيص صدقا اكثر من 90% من الحالات يتم تدبيرها بسهوله واكيد العلاج بوقت مبكر عند الطبيب المختص اكيد مو بس العلاج للعقم او تاخر الانجاب العلاج للاعراض اللي عم تشتكي منها يعني عيب علينا نحن ببلد مثل سوريا وراح اقول معلومه ودائما بقولها على شاشاتكم على شاشتنا الجميله الاخباريه يلي هي انه سوريا تملك من عدد اجهزه الايكو بمختلف انواعها تملك حوالي 3 اضعاف ما يوجد باليوكي ببريطانيا من اجهزه الايكو انت هون بامكانك تصيب طبيبك بلحظه انه دكتور عندي تعبانه بلا 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 لو اخر عيادته بعد ربع ساعه نص ساعه اخر مواعيد بينزل اسعاف اوقات بيفحصك على الايكو هيك بدك 3 شهور تاخذي الموعد تمام دكتور هيك قبل الختام بدنا نصائح سريعه من حضرتك لكل شابين مقبلين على الزواج شو الفحوصات اللازم يتبعوها طيب تعالي نتفق انا وياكم على شغله قبل الفحوصات نقول لهم بعدوا عن زواج الاقارب نهائيا بالكنترول عم يقولوا لا تتزوجوا ابدا هي النصيحه نصيحه من عنده خلص انا متفق معه وما رح كمل يعني النصائح ما رح كملها خلص تفضل دكتور لك لا الله يبعث الخير للكل النصائح الثانيه اول وحده ارجوكم بتقعدوا عن زواج الاقارب مع العلم انه شوي صارت عنا هي ثقافه كويسه انه بس بالفتره الحرب لا رجعوا بشدة لا توصف لبعض الشرائح وبعض البيئات لزواج الأقارب الرهيب وهذا مشاكله مهولة الشيء الثاني أي شاب وبنت يا أولادين الحلال الله يبارك لكم ويتمم خير روح أنت عمل فحص سائل منوي وروح لعند دكتورك أو أنت وخطيبتك وحماتك اللي هو لعند دكتور نسائية وللبنوتة إذا ما بس يكون عندك فايل عن طبيبك بمعنى قصة بلوغك دورات الشهرية تبعيتك انتظامة أعراضها بلا 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 ممكن يطلب لك فحص غدة درقية أو هرم إذا في مشاكل ممكن ما يطلب ولا فحص على الإطلاق فقط نعم. دراسة على الألتراساوند على الإيكو وضع جيد بنقول لهم ألف مبروك تكلوا على الله إن شاء الله بضل نقول ألف مبروك للجميع يا رب. دكتور يا رب. أكرم يا رب. ورب العالمين يعني دائما بنشوف حالات عقم طبيا مع احترامي لجميع الأطباء والكوادر الطبية أنه بتكون الحالة التشخيصية عقم نهائي ولكن بصير حمل عند المرأة وهذا الشيء من رب العالمين شكرا أولا وأخيرا من عند رب العالمين ويا ويلو ما بيخاف من هالمعادلة شكرا دكتور لحضرتك هيك والله يرزق الناس كل هالفرحة شكرا آمين يا رب
أكيد بدنا نتشكر حضورك دكتور، ودائما بنقول الله لا يحرم هالنعمة لحدا. شكرا لحضورك معنا وللمعلومات اللي قدمتها.